سادة حمد الله على سلامتكم وأهلا وسهلا بكم في مدينة أربيل مطار أربيل الدولي. التوقيت المحلي يشير إلى الساعة 3:20 مساء. لسلامتكم ورجاء من حضراتكم البقاء جالسين في مقاعدكم وابقى الحزم مربوطة وذلك إلى تتوقف الطائرة نهائيا وتطفئ إشارة ربط حزمة المقاعد. كما نرجو من جميع المسافرين التأكد من أخذ جميع أمتعتكم قبل مغادرة الطائرة. حضرات المسافرين المتابعين رحلاتي من جهة أخرى ومحوزتهم بطاقات الصعود رجاء توجه إلى قاعة تحويل الرحلات. أما حضرات المسافرين الذين ليس لديهم بطاقات الصعود فرجاء توجه إلى البوابة المغادرة. تسهيلا لجميع المسافرين الآن يمكنكم إصدار بطاقات الصعود إلى الطائرة واختيار مقاعدكم المفضلة عن طريق موقعنا الإلكتروني qatarairways.com وذلك قبل 36 ساعة من المغادرة. لمزيد من التفاصيل فجاء زيارة موقعنا على الإنترنت.